الخلطة تتكون من 4 أنواع العسل: عسل السدر، عسل أزهار برية جبلي، عسل أزهار، عسل الصنوبر. بعد ما أضفنا العسل نبدأ بإضافة غذاء ملكات النحل الطازج. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جهزت هون المكونات حسب الأوزان المطلوبة. هاي الحبة السوداء، الجينسينج الكوري الأحمر، غبار طلع النخيل، حبوب اللقاح، والعكبر المطحون البودرة. هلأ نعمل على خلط المكونات كلها. هذا قوام الخلطة. الخلطة لذيذة جدا، ومثل ما قلنا من أهم فوائدها أسلفنا قبلا أنها تحسن أداء الجهاز المناعي وتعطي الطاقة والحيوية للجسم. الخلطة ممكن يستعملوها الرجال والنساء حتى الأطفال. حياكم الله وبياكم زبائننا الكرام بمحل غذائيات المونة، وأهلا وسهلا بكم، وخدمتكم شرف لنا.